أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير طلاب، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله بخير. أعتقد أغلبكم دخل المحاضرات، يعني الأغلب، وشاف وأخذ محاضرة تعريفية عن الـ DM وشنو أهميته إلنا بالنسبة كأطباء أسنان. راح أعيدها للمرة الثانية. كأطباء أسنان إحنا الـ DM Dental Material هي المواد اللي نستخدمها كأطباء، من الحشوات، الأدوات، المواد، كل شيء راح نستخدمه هنا. لازم نكون احنا حافظين هاي الحشوة، ليش نستخدم هاي الحشوة بالذات بهذا النمط، أو ليش نحتاج أكريليك، ليش نحتاج نستخدم هاي الأداة بهاي المادة. فهو شغلات تخصنا بالدي ام، والدي ام هذا مادة راح ناخذها بس بالمرحلة الثانية، تمام؟ ولذلك يعني شلون مثل ما نقول احنا مادة مهمة كلش، لان شنو الفايدة انه احنا نتخرج مثلا وما عندنا دنتال ماتيريال مالتنا ضعيف، او ماخذين من عدة يعني فشي كلش صغير بحيث ما نعرف نصرف ويا الادوات مالتنا، هم راح نضطر انه نرجع هاي دنتال ماتيريال نرجع نقراها مع المرحلة الثانية. فليش نحط نفسنا بهيج موقف؟ نضبطها من البداية احسن، حتى نكون مبدعين أطباء أسنان ماهرين. خوش، فإحنا الليكتشر الأول شرحنا البداية التعريفية عن الدنتال ماتيريال وشنو أهميتها، وأخذنا الخصائص الفيزيائية من عندها اللي هي الفيزيكال. هسه نيجي على الميكانيكال بروبرتيز أو دنتال ماتيريال. ليش الميكانيكال بروبرتيز؟ describe the ability of the material to resist force and their effect of the body، يعني قدرة الماتيريال حتى تقاوم القوة المتوجهة عليها أو التأثير مالتها على البودي، تمام؟ example عن الميكانيكال بروبرتيز اللي هو مثل الستريس، السترين، الستريتش، and الستفنس، تمام؟ فهسه نحطها كمعلومة ببالنا انه من الخصائص الميكانيكال هي الستريس، والسترين، الستريتش، والستفنس، تمام؟ نرجع. One of the most important properties of dental material one of the most important properties of dental material is ability to withstand and the various mechanical forces placed during their use. Mechanical properties are important in understanding and reading to the behavior of material. Behavior يعني like ability, okay, of material under load, such as the restorative material must withstand force either during fabrication or mastication. يعني أهم، يعني one of the most important properties، يعني أهمية يعني الأهمية من الميكانيكال properties اللي هي withstanding to various mechanical forces placing during this، يعني أي ضغط أو قوة تتعرض عليها هاي الماتيريال أثناء الاستخدام مالتها، مثلا من نخلطها، من نسوي لها شد وسحب، أو بهذه الطرق، تمام؟ فعندك mechanical properties are important to understand and reading the behavior of material under load. يعني هي هاي mechanical properties راح تعطينا الأهم، يعني شلون كيفية التعامل ويا هاي المواد تحت الضغط، يعني تحت ما احنا كلش يعني احنا بنشتغل على مادة لازم نضبطها بأحسن من كل تفاصيلها، تمام؟ فتحت الضغط يعني مثلا من الانسان بطبيعه الحال، يعني مثلا ناكل، نشرب شيء حار، شيء بارد، اكيد راح تكون هاي الماده اللي احنا خليناها بالفم معرضه لضغط، ضغط الطعام، ضغط المضغ، خصوصا عمليه المضغ تكون صعبه بهيجي حالات، اوكي. هسه عندنا whenever force acts on the body tending to produce deformation restraints that is devoted to external force application. Force application. The internal restraint is equal to intensity and opposite in direction
to the apple external forces are called stress. يعني هسه ناخذ تعريف الستريس. الستريس هو ان ال internal reaction يكون equal لمن لل intensity and the opposite direction وتكون opposite in direction to apply لل external force اللي نسميه ال stress. يعني نجي ناخذ كمحصلة نهائية انه stress هو ال force per unit area وحدة المساحة per unit area لوحدة المساحة نكون body respond some externally applied force. تمام. نجي ناخذ يعني هسه عندنا صار عندنا يعني فد شيء عند الستريس. اول شيء انه الانترنال رياكشن يكون ايكوال بالانتنسيتي والاوبوزيت دايركشن للاكسترنال فورس. تمام. وعندنا تعريف الستريس هو فورس هو قوه لوحده المساحه يعني وحده المساحه. تمام. انكلودد ان ذا بودي انكود ان ذا بودي ان ريسبونس تو سم اكسترنال ابلايد فورس لبعض القوى الخارجيه المسلطه عليها. تمام. عندنا هذا القانون مالته انه الستريس على الفورس على اليونت مساحه. تمام. هسه عندنا الثيرمال تايب ستريس may result when force applied to the material. This force are converted to tensile shear, twisting movement and bending movement اللي نسميها flexure. Each type of stress is occupied by the same type of strain. يعني عندنا انواع متعدده من الستريس اوكي اللي تنتج عن طريق القوه المسلطه على الماتيريال. اوكي. This force مثل الكومبرسيف والتنسلس والشير والتويستنج موفمنت والبادينج موفمنت. اوكي. وكل هذين الانواع مرتبطات ويا سيم تايب اوف سترين. خوش. نجي عندنا ذا يونت اوف ستريس هو اليونت مال الفورس. يعني وحده القياس مال الستريس هي نفسها وحده قياس القوه اللي هي بالنيوتن. اوكي. divided by unit of area and is commonly expressed a pascal. خلينا نقدر نسميها باسكال. يعني من تصير انه تتقسم على وحده المساحه تتعب باسكال. يعني كل قوه على المساحه يعني يونت على المساحه على المتر يعني. اوكي. او مليمتر ولا شيء. هسه عندنا التايب اوف ستريس. اول نوع اللي هو tensile stress is result from two set of force directed away from each other in the same slight in the same straight line or one end is concentrated and other end is subjected to the force directed away from the constraint. The constraint it is accompanied by tensile strain. تمام. example مثلا عندنا الانيمال تكون 10 امبي باسكال ودنتين والامالغام. هاي الارقام قلت لكم نحفظها يعني كل محاضرة راح تتكرر علينا. تمام. فهسه نرجع على tensile stress اللي هي two set force يعني اتجاهها من القوة او قوتين مسلطة. اوكي. directed away to each other يعني بعيدا عن كل واحدة متجهة بعيدا عن الثانية. تمام. in the same strain line على محور قوة واحد. تمام. يعني هما صحيح انهم متجهين كل واحدة عكس الثانية بس اثنيناتهم يعني مثلا يما بالطول يما بالعرض اثنيناتهم. خوش. وتجي from نجي وتكون مصحوبة. احنا قلنا هاي كل قوة تكون مصحوبة بالسترين مالتها فالسترين مال هذا نسميه tensile strain. تمام. هسه عندنا comparative stress او هو اللي متضاد يعني خوش اللي هو is result from two set of force directed toward each other in the same straight line or when one surface is constrained
and the other is and the other is subjected to a force directed toward the constraint. It is acquired by conserved strain instead of movement. Assessment material, restorative material, and models material should have high conserved strain. نجي نرجع أول شيء conserved stretch اللي هي مثل ما تشوفون بالصورة إنه كل واحدة متجهة باتجاه الثانية. تمام؟ ونقدر نسميها قوة الضغط، إنه نضغط باتجاهين يعني من قوتين بس باتجاه واحد، اثنيناتهم تكون مصالطين على نقطة واحدة. تمام؟ مثل عندنا الانسيتف ماتيريال والريستورف ماتيريال والمولد والمودلز ماتيريال. هذا اللي شو عندهم يكون عندهم هاي كونسيرف، يعني يكون عندهم يعني تحمل كبير لهاي القوة. خوش. مثل عندنا الانيمال والدنتين والامالجام، هذه الارقام ما عندهم. نرجع على الشير ستريس is a result of two sets of force directed parallel to each other. تمام؟ Not along the same straight line. هاي هنا تكون واحدة عكس الثانية بس مو اثنيناتهم مو على نفس محور القوة واحدة. خوش؟ يعني واحدة فوق واحدة جوا يكون متوازيات. خوش؟ Which is applied on one part of the body in the direction and the wrist is begin pushed in the opposite direction. The result is sliding of model of molecule over each other. It's occupied by a shear strain. عندنا animal dentin والamalgam. والنسب مالتهم. يعني الشير سترين هي قوة نقدر نقول نسميها متوازية أو متشاركة، يعني إنهم واحدة عكس الثانية بس واحدة فوق الثانية، يعني مثلا يكون parallel يعني متوازيات سوية. okay directed in the one part of the body. okay when واحدة تكون push وواحدة بالاتجاه الواحد. تمام. shear force is the force which keeps turning a paper or a card if one part of the crown is in occlusion while the rest is not. Shear strain will develop. Shear strain, shear force. هي causes من training paper of the or card. يعني هي سوء القوة اللي تحدث من نسوي training للpaper أو الكارد. Okay, paper يعني ورقة أو كارد. يعني شلون إحنا نقدر نسميها إنه نسوي polishing. يعني شيء حركة راجعة رايحة وراجعة. خوش. In the crown inclusion while the wrist is not، يعني الجزء المقابل ما يتحرك بس أنا أحرك بالاتجاهين. خوش. وعد الشير سترين will develop، يعني راح يتطور هنا الشير سترين يكون أكثر. هسه عندنا القوة الرابعة اللي هي الفلكشر ستريس أو نسميها البودنج ستريس. It is the force per unit area for of material that is subjected to flexion loading. It results from an applied bending movement. Usually, دلنا على سنقول الآن إنه الفورس هي بين وحدة المساحة، قوة عدد وحدة المساحة. نعرف عن كل القوات إنه الستريس على وحدة المساحة. هوش. تمام. That's subject to flexural loading. It results from applied bending movement. يعني يكون لحظي. هوش. Usually three types of stress occur in at the same time. If a piece of material is being bending, it will exhibit tensile stress on the outer surface, compressive on the inner, and shear stress in the middle. يعني يقول إنه غالبا إنه تحدث من حدوث ثلاثة أنواع من القوة على نفس المادة على نفس المنطقة. تمام. مثل ما جا شوفنا الصورة إنه عندنا بالأوتر سيرفيس اللي هي تنسل سترين. تمام. وعندنا بالإنر سيرفيس اللي هي شير سترس، وعندنا بالميدل اللي هي كونسيرفيس بالميدل. أنا خربطت ثواني. بالأوتر عندنا التنسل سترس. تمام.
وعندنا بالاوتر سيرفيس بالانر سيرفيس عندنا الكونسرف الكومبارسيف، واما الجزء اللي بالميدل يصير شير ستريس، انه يكون اكو فد انتعاش او يجي فد لثه بالخوش. هسه عندنا التورجن ستريس، force per unit of material that is subjected to twisting of a body. تمام، شو ما جاي يشوفون هاي العصا جاي يتفرها تفر 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 مثل الشريط. تمام، when external force or load is applied to material the pneumonum the pneumonum في نومينا of the terrain occur. The change, example, the change in the dimension of the material. مجمعات ما بيشكون انه يعني دي لف رح يكون اكو تغير بالطول مثلا، نقدر نقول ايش. هسه عندنا السترين مثل الثلاثة بس مقلوب، خوش، هي is the change in length او يعني dimension بين قوسين او deformation per unit length، خوش، caused by the externally applied force، تأتي من قوة خارجية. السترين is daunted as يمنز لها بهذا الرمز ايه مثل ثلاثة بالمقبوبي. It has no unit of measurement، ما عندها وحدة للقياس. Example some material strain are الأكريليك والكربون الجرافيت والستلينس ستيل، خوش. وهذا القانون ما توقع عليه تطبيقات يعني، بس مجرد نرفضهم. هسه عندنا سترين under tensile stretch نسميها الإلونجيتد، يعني السترين تحت قوة السحب نسميه إلونجيت in the direction of loading. تمام، راح يكون عندنا يعني شد، شدها يعني مد، خوش. اما strain under compressing is shorting of the body in the direction of the loading. هنا اللي القوة اللي تضغط راح تقلل بالمساحة مالتها وبالحجم. عندنا elongate the deformation that result from the application of tensile stress on all way with length high present of elongate can be bent or adjacent without danger of fracture. اي مادة تمتد بدون حدوث اي يعني عندها قابلية تمدد عالية ما راح تكون danger of fracture، خوش. ال type of strain عندنا نوعين من السترين، اول شيء هو temporary of elastic or resolvable strain، هي the material is retained to its original length after removal of the applied force. هاي المادة اللي ترجع لحالتها الأصلية بعد ما نشيل القوة عنها، خوش. أما عندنا permanent of plastic أو نسميها unconserved strain، هي the material is not retained to its original length after removal the applied force. The material may remain deformed. هنا بهاي الحالة ما راح ترجع لحالتها الأصلية والماتيريال راح يصير بها deformed، تتشكل بعد خلاص يعني توقع لهذا الوضع اللي بعد ما نشيل القوة. تمام، هسه عندنا الستريس ترين كيرف اللي نسميها SS كيرف، اوكي، هي a convenient means of comparing the mechanical properties of materials is to apply various force to material to determine the corresponding valve to valve of stress and strain. A plot of corresponding valve of stress and strain is referred to as SS curve. The relationship between stress and strain is used to study mechanical properties of dental material. The stress is plotted vertically and the strain is plotted horizontally. As the stress is increased, the strain is increased. تمام، فاحنا بهذا الكتابة كلها احنا نحتاج منها بس انه الريليشنشيب العلاقة بين
العلاقة بين السترس والسترين هي اللي تحدد الميكانيكال أو حتى تساعدنا لأنه ندرس الميكانيكال بروبرتيز أوف الدينتال ماتيريال. تمام، وعندنا السترس اللي بروت في تركالي يكون عمودية، أما السترين يكون هوريزنتالي. تمام، ووين السترس إنه يزداد راح يزداد السترين وياها. تمام، هسه عندنا proportional limit هي point A. the greatest راح أسجلها معها يعني جزء ثاني.